مع انطلاقة الثورة السورية أنا كنت على مقاعد الدراسة بجامعة دمشق بدرس علم الحياة اختصاص كيمياء حيوية، لكن مع بداية الثورة يعني لما كنت شوف الانتهاكات اللي عم يرتكبها النظام وقمع المظاهرات سواء بمدينتي الدارية أو بالجامعة، أول شيء كنت أعمله أني أمسك موبايلي بكاميرته البسيطة وصور منبري. بهداك الوقت كان صفحة الفيسبوك والتنسيقيات. بال 2013 اشتغلت مع احدى القنوات الفضائيه، لكن ما قدرت استمر لفتره طويله لانه انا كنت مقيمه بمنطقه خارج عن سيطره النظام، وكان النظام يعاقبنا بقطع الكهرباء والانترنت لفترات طويله، وهذا العمل كان يعني بيتطلب اني اكون اونلاين دائما. بأواخر 2016 تهجرت لمحافظة إدلب. ببداية وصولي لإدلب ما قدرت أطلع أشتغل لأنه بنتي كانت بيبي صغيرة بعمر أشهر قليلة. اشتغلت على منحة تاني هو أنه أنا أطور نفسي وطور مهاراتي، بلشت أحضر دورات تدريبية. أحد العقبات أيضاً اللي بواجهها أنا بشكل شخصي كأمرأة مهجرة، أنا بعيدة عن مدينتي وعيلتي وقرايبيني، وأيضاً أنا أم لأطفال صغار، فأحياناً كتير بيصير أحداث أنا بحب أني أطلع صور وغطي، ولكن اللي بيمنعني أنه أنا ما عم لاقي حدا حط أطفالي عنده. أنا بشوف الصحفيات السوريات اللي طلعوا من رحم الثورة لهم مستقبل كتير كبير، لأنهم تحدوا ظروف صعبة كتير وواجهوا مجتمع، واجهوا عادات وتقاليد، واجهوا كتير أمور لحتى وصلوا للمكان اللي هني موجودين فيه اليوم، فهني قويات وبقدر قوتهم هني بيستحقوا يكون عندهم مستقبل مشرق وكتير كبير.